من هذه العملية اليوم، والتي توصف بأنها أكبر أو من أكبر عمليات الدهس منذ 7 أكتوبر، والتي وقعت وأدت إلى مقتل 5 حتى الآن وإصابة العشرات. تعليقك أولا على هكذا عملية في هذا التوقيت. مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمتابعين. يعني بالفعل هذه العملية عملية موجعة بكل معنى الكلمة. أولا المستهدفين فيها جنود في قاعدة عسكرية، المنفذ منفذ فرد، وطبعا هذا نوع من عمليات تعقيدات كشفها واعتراضها والتعرف عليها قبل وقوعها تقريبا شبه مستحيلة، إلا إذا بالصدفة أو كان هناك يعني إجراءات خاصة. أيضا هي تأتي في ذروة تصعيد في الشمال وانعقاد قمة الدوحة في الوقت الذي كانت يعني فيه رئيس الوزراء يلقي كلمة للاحتفال بذكرى 7 أكتوبر بالتكويم العبري. يعني كل الأحداث تجمعت معا بهذه العملية التي فعلا هي أكبر عملية، لم يسبق لعملية دهس أن أوقعت هذا العدد الكبير وأن يكونوا من الجنود في معسكر له حسية خاصة، يعني أهم ربما مقر للموساد الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هو في منطقة جليلوت، ولذلك قد يكون جزء من هؤلاء الجنود في يوم الأحد بعد إجازة عيد يعني عائدين إلى معسكراتهم أو لاستبدال مناوباتهم، وبالتالي يعني هذه أيضا خسارة كبيرة في وقت تزداد فيه عملية تصعيد مع حزب الله وعلى الحدود الشمالية. كان نتنياهو يأمل أنه اليوم يخرج ليتحدث عن إنجازات وذراع إسرائيل الطويلة والضربة التي وجهتها لإيران، ولكن يأتي حدث من هذا النوع ليذكر أنه قد تكون لديه قدرة لإرسال طائرات 1700 كيلومتر بعيدا عن الحدود وأن تنفذ عمليات، ولكن الأمن الشخصي الإسرائيلي في المدن الإسرائيلية أيضا هو الآخر تحدي كبير يحتاج إلى نمط آخر من التعامل. وهنا يثار السؤال حول العملية السياسية، حول الحلول، حول الوساطات التي تطرح الآن